ارواح الناس يا ولا يا حيوان. بعدي بقى اختي بعدي بقى. احنا نتاجر في اي حاجه يا ولا، نتاجر في احلام الناس، في طموحهم، في طمعهم، لكن في ارواحهم لا. انا ما اعرفش المراكب وماليش دعوه بيها ولا حد اعرفه. منصور انت ليك دعوه بالمصريين اللي غرقوا؟ يا نهار اسود ومين، يا نهار اسود ومين، مصريين؟ انت جبتني مسيبه لحد باب البيت؟ انت اتكلم. استني بقى، ما اتفقتش مع حد مني ليه؟ انت يا ولا كان في ما بيني وما بينهم ألف واسطه، مراسيل من بره البلد، بس في واحد منهم يعني مصري من هنا من تل شبوره. يا نهار اسود ومنيل، من تل شبوره؟ انت تهبلت في مخك؟ مين يا ولا؟ مين انت؟ شلبايه شلبايه، انا مال اهلي؟ انا ضربت حد على ايده ملا لما تشعبط ودان بهايم. يلا يكشط ولعه. مين يا ولا اللي مات من تل شبوره؟ انت اتكلم. كده يا دكتورة صفية، أحد يروح للهم برجليه؟ كورة كورة يا صفية، يا نسبت السودة يعني يا صفية. ما حصلش حاجة بقى يا زين، ما أنا كويسة أهو. خد يا دكتور بقى، أنا سيبك بالليل أصحى الصبح مفزوع على خبر على المدعوء النت ده. أنا جيت لك على ملوش قر يا صفية يا أختي. في إيه؟ أنا كويسة يا سهير، بس اوعي تقولي لتيتا أنا جاية، أنا مش ناقصة. ما أنا شايفة يا أختي أهو، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بصي بقى يا صفية، أنا عايزة يا أختي أسألك سؤال، هو أنت رحتي ملعب الكورة بحق وحقيقي؟ أنا لقيت تل شبورة بتلعب،
قلت خليني عمدة رياضية واروح اشجع فرقة بلدنا. لا وانت فاكرة نفسك عمدة ليفربول؟ ليفربول ايه؟ دي عاوزة تبقى محمد صلاح ذات نفسه. طب يا اختي ضحك وضحكنا وسلم وسلمنا وطبطبة وطبطبنا وقلنا الحمد لله على السلام، بس في تل شبوري مفيش حريم بتروح ماتشات. عارفة لو ستك نجية عرفت يا له وطين. عارفة كانت قالت لك ايه؟ بص يا بنت، عارف شغلتك تراعي مصالح بلدك ومصالحنا احنا كمان، دي شغلتك. ما هو انا مش جايه اقضي اجازه برضو يا سهير، ما هو ده شغلي. ست صفيه شلبايه بره. ايه شلبايه؟ سنان بره. اتفضلوا شرفتونا. اتفضلوا. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام يا فندم. اهلا 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 اهلا. مبروك عليك الفرن الجديد يا ابو محمد. الله يبارك فيك يا جبتنا. هلا ده انت هنا يا ابو مسلم؟ طبعا جيت اهلنا ابو محمد. اوعى تفتكر ان الفرن دي هيعطلك ولا يعمل حاجه، لا احنا في شرق البلد وانت في غربها. كله برزق يا حاج درغان، البلد من شرقها لغربها كل الافران فيها بتاعتك. اهي يا راجل بطل. لا امال امال لما كنتش فرنان داري على فرنك يقيد. يا حاكم البلد كلها عارفه انت شاركنا في صغيره وكبيره وما كان لنا قومه بلاش راحتك. بالحق هنغير العقد القديم وهيكتب باسم دياب. لكن هنعمل ايه في السناين؟ فتحوا فرنه والتانيه في الطريق. بلد تستحمل كام فرن؟ لا تستحمل كتير. من ساعة فرن البيوت ما اتردمت وقفلت وما عادش فيه لا خبيز ولا عبيد. للابيضة يا تل شبورة، بقى فيكي فرن فرنجي ببيع باتيه وسليه، ده كان اللي يجيب العيش الفينو الغريب والقريب حاسدينه. يعني اذنك يا رجالة. تعالى. خير يا دياب؟ سبع ولا رب؟ اللي اقول لي يابا، مين فيهم اجمد؟ السبع من سباع والضبع من الضباع. ما فيهمش حد خيبان يعني ولا عينه مكسوره. انت اللي خيبان وهتفضل خيبان طول العمر. عملت ايه؟ سلعوه. سلعوه يابا، لا سبع ولا ضبع. يعني ايه؟ يعني شكله هيقبر في السعر. كمان؟ وانت فارق ايه معايا كابا؟ ما انت فاتح اهو فرن فرنجي فيه باتيه وسليه. وبعمل لنا بيتزا وحط لنا عليها مش، انا بحب المش. حلوة، تاخد حتي؟ ألف 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 مليون سلامة يا دكتورة. إن شاء الله العدوين اللي يكرهوكي. عارفة أنا أول ما شفت الفيديو جيت على ملاوشي على طول. إيه مش مصدقاني؟ إزيك يا زينة؟ إزيك يا سهير؟ كلنا يا أختي كويسين الحمد لله. أخبارك أنت إيه يا شلبان؟ مش باينه يعني. هعمل ايه؟ الشغل الواحد مش فاضي.